أهلا بكم. زار رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر محافظة حضرموت، وأسفرت الزيارة عن إعلان حضرموت تشكيل لجنة أمنية وعسكرية في الإقليم تقوم بمهمة مواجهة تنظيم القاعدة والخلايا الإرهابية التي ما زالت نشطة في بعض مديريات حضرموت. كما قام بن دغر برفقة المحافظ بإعادة افتتاح مقر البنك المركزي، مشددا على ضرورة إنهاء الأزمات المتعلقة بالسيولة النقدية والمشتقات النفطية وأزمة صرف المرتبات. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين: ما العوامل التي تساعد اللجنة الأمنية والعسكرية المشكلة في نجاحها بمهمة محاربة القاعدة والخلايا الإرهابية في حضرموت؟ كيف يمكن قراءة نشاط الحكومة نحو تطبيع الحياة العامة في حضرموت ضمن سياق ترسيخ فكرة اليمن الاتحادي؟ تنشط حضرموت سياسيا وأمنيا باتجاه كونها عاصمة لإقليم اتحادي، وتأتي زيارة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ضمن إطار توجه الحكومة نحو الدولة الاتحادية التي أقرتها مخرجات الحوار الوطني، حيث أعلن عن تشكيل لجنة أمنية وعسكرية في إقليم حضرموت، وانسحب التحرك الأمني على الوضع الاقتصادي من أجل تطبيع الحياة العامة لحضرموت لتكون عاصمة للإقليم. نبدأ النقاش بعد أن نشاهد التقرير التالي. زيارة هي الثالثة لرئيس الوزراء إلى محافظة حضرموت. في الأولى كان برفقة رئيس الجمهورية، وكان شاهدا على تدشين الرئيس لإقليم حضرموت كأول الأقاليم الستة التي أشرفت السلطة الاتحادية على إعلانها قبل 9 أشهر من هذا الوقت. خلال هذه الفترة المنقضية تعاظمت التحديات التي تواجه حضرموت، وتواجه معها مهمة بناء الإقليم الأكبر والأهم في البلاد ضمن الدولة الاتحادية، رغم الاستقرار النسبي الذي تتمتع به هذه المحافظة بسبب بعدها عن مسرح العملية العسكرية مع الإنقلابيين. عقد رئيس الوزراء في المكلا اجتماعا كرس لإعادة إحياء إقليم حضرموت بحضور محافظي حضرموت وشبوة، وغاب عنه محافظ المهرة، في مؤشر على حجم الصعوبات التي تعترض مهمة الحكومة في إمضاء أجندتها تأسيسا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. بعد أكثر من عام ونصف على طرد تنظيم القاعدة المراوغ من هذه المدينة، بدأ أن التحديات الأمنية والإرهابية لم تنتهي بعد، رغم حزمة الصلاحيات الواسعة التي منحت للتشكيلات العسكرية الجديدة التي بنيت تحت أنظار التحالف وارتبطت به تمويلا ومهاما، أمر دفع برئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة أمنية وعسكرية على مستوى محافظتي حضرموت وشبوة، في إجراء فسره المراقبون بأنه يأتي في إطار مساعي الحكومة لاستعادة دورها في واحدة من أهم المهام الدستورية الموكلة إليها والمتصلة بحفظ أمن البلاد. اليمن أرض واحدة وشعب واحد، هذا ما شدد عليه رئيس الوزراء في حضرموت، لأن مستقبل اليمن الجديد كما قال قد حسم في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي توافق عليه اليمنيون، داعيا في الوقت نفسه إلى محاربة الأفكار المتطرفة والمتعصبة ونبذها، واستنكر بعض الأفعال التي طرأت على ثقافة المجتمع باسم الدين. حضرموت أحد الأقاليم الستة، حقيقة دونها العديد من التحديات التي تختلط أحيانا إلى حد الإرباك بحسب وصف المراقبين، الذين يرون أن استعادة المنشآت السيادية وتشغيل مطار ريان من المؤشرات الجدية على حقيقة الحضور الذي تمثله الحكومة الشرعية في أراضيها. إذن من جديد أهلا بكم، شاهدنا هذا التقرير حول موضوع هذه الحلقة فيما يخص زيارة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إلى حضرموت، ونبدأ النقاش مع ضيفنا من حضرموت متعب بازياد مستشار رئيس الوزراء. أهلا بك أستاذ متعب. طيب إذن الاتصال غير جاهز، ربما هذه الحلقة ستكون مخصصة للبحث في نتائج هذه الزيارة وتبعاتها والعوامل، ربما سنناقش في محورين: العوامل التي ربما تساعد اللجنة الأمنية والعسكرية التي شكلت من قبل رئيس الوزراء ولها ارتباط في شبوة وحضرموت، ما المطلوب لكي تنجح هذه اللجنة الأمنية العسكرية، وأيضا ما العوامل المتوفرة لها سواء من قبل الحكومة الشرعية أو التحالف العربي، أيضا كيف يمكن قراءة كل الجهود التي تبذلها الحكومة لتطبيع الحياة في المحافظات المحررة بالقياس للتطورات والتحركات الأخيرة لبن دغر والمسؤولين الحكوميين والقيادة العسكرية الذين رافقوا في هذه الزيارة إلى حضرموت. ربما هناك من رأى في هذه الخطوة وهذه التحركات وقرار التشكيل أنها بداية من الحكومة نحو فرض والسير في موضوع اليمن الاتحادي.
أستاذ متعبة زياد، أهلا بك. طيب إذا نبدأ مع الأستاذ سليمان ناصر، المحلل الاقتصادي، ينضم إلينا من ماليزيا. أهلا بك أستاذ سليمان. أهلا ومرحبا بك أستاذ سليمان. تابعت هذه التحركات الأخيرة للحكومة وزيارة بن دغر إلى حضرموت، هي تهدف لتثبيت الأمن والاستقرار. كخبير اقتصادي، كيف تقرأ تأثيرات ذلك على الوضع الاقتصادي في حضرموت؟ نعم، ستعزز الإيجابية لهذه الخطوة بإذن الله، وهي الخطوة هي على فتح مركز المكلا. نعتقد أنها خطوة إيجابية تعزز انسيابية السيولة المطلوبة لصرف المرتبات، وما سمعناه عن تعزيز الفرع بقرابة 18 مليار ريال هو شيء محفز وسيساهم في تعزيز أجواء الاستقرار في المكلا. الجانب الأمني لا يزال هاجس لكثير من المراقبين رغم استقرار الوضع في مدينة المكلا، والتي تم سابقا نهب قرابة 27 مليار خزينة البنك. نعتقد بشكل عام إذا تم حل الإشكالات المتعلقة بتعزيز عمل البنك المركزي في عدن، فإن هذه الخطوة ستكون خطوة مهمة جدا ذات تأثير كبير. يجب الإسراع في حل مشكلة توريد الإيرادات لمركز الدولة في عدن والممثل ماليا في البنك المركزي. كما نتمنى من المكلا، نعتقد انه يجدر بالمسؤولين في المكلا ان يعدوا الترتيبات الكامله للتعامل كاقليم تورد ايراداته لبنك المكلا ويتم الصرف من هذه الايرادات. طيب هل هل اعاده العمل بفرع البنك المركزي في المكلا هو البدايه لذلك؟ نعم، نعتقد أنه سيكون البداية لذلك. المكلا واعدة بالثروات، هناك حسب ما قرأنا أن هناك أكثر من 25 قطاع نفطي في حضرموت، منها قطاعات بحرية وأيضا جانب الصحراوي. سمعنا أيضا أن هناك مشاورات مع شركات أجنبية للعودة للعمل في حضرموت، وستقدم لها كامل التسهيلات. سمعنا أن هناك شركة وحيدة في حضرموت هي شركة بتروم ستيلا، لكن لا يتجاوز حجم الإنتاج اليومي لها عن 35 برميل. ولذلك نتمنى من المسؤولين في المكلا خصوصا في الشأن الاقتصادي أن يعدوا خطة متكاملة تتناسق هذه الخطة مع حل الإشكالات الموجودة في البنك المركزي في عدن. ونعم بالطبع ستكون خطوة إيجابية ومهمة. طيب نعم. تقييمك للوضع الاقتصادي الحالي في المناطق المحررة وخصوصا في حضرموت بعد عامين من التحرير؟ أعتقد أن لا أدري هل هي تعبر عن الثقافة السلمية في حضرموت. حضرموت والمكلا هي من أفضل الأماكن في الاستقرار الاقتصادي والاستقرار المالي حسب ما يرد إلينا من تقارير معتمدة من هناك. في المناطق المحررة في مأرب في لا زال أيضا نسمع عن أن الوضع الاقتصادي يسير بشكل إيجابي، لكن هناك بعض الإشكالات تتعلق برواتب الموظفين في مناطق لا زالت تقع تحت سلطة الشرعية، ربما لا يتم كامل الإيرادات للبنك المركزي في عدن وهذا يسبب إشكالات. نسمع عن وعود لصرف المرتبات، ولكن لا يبدو أن هناك شيء موجود على الواقع بشكل فعلي. نعم. طيب استاذنك بالبقاء معنا استاذ سليمان، اشرك معنا ايضا بالنقاش الصحفي عبد الرحمن بن عطيه من حضرموت. اهلا بك استاذ عبد الرحمن. اهلا وسهلا استاذ، كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله. حياك اخي عبد الرحمن. في البدايه لو تجمل لنا تفاصيل النشاط الاخير للحكومه وزياره بن دغر الى حضرموت، خصوصا ربما هناك، هل الابرز هو تشكيل اللجنه الامنيه والعسكريه ام هناك ربما تحرك ترى انت انه يحتل موقع بالاهميه من مكان؟ بالطبع، اولا زيارة الرئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد الدغر إلى مدينة المكلا مساء يوم أمس
تحتل هذه الزيارة يعني أهمية كبيرة في حضرموت، خاصة وأن هذه الزيارة هي الرابعة لرئيس الوزراء إلى المحافظة، وهي أيضا تأتي في سياق تطبيع العامة في المحافظات اليمنية المحررة. بالطبع زيارة دولة الرئيس إلى المدينة عقب وصوله عقد اجتماعا مع اللجنة الأمنية في المحافظة لتدارس الوضع الأمني خاصة في مناطق وادي حضرموت الذي يشهد في الآونة الأخيرة انفلاتا أمني ربما يعني تسبب في حدوث العديد من العمليات الإرهابية من قبل بعض العناصر الإرهابية. الوقوف أمام هذا الملف الشائك جدا كان من اهتمامات دولة رئيس الوزراء. لاحظنا اليوم أثناء زيارة أو أثناء عقد لقاء أيضا آخر مع المكتب التنفيذي ومع بعض المسؤولين، أكد رئيس الوزراء على أهمية هذا الملف، وأيضا ناشد كثير من الشخصيات الاجتماعية الحاضرة في هذا اللقاء الذي تم صباح اليوم. ناقشوا مع رئيس الوزراء أهمية معالجة الملف الأمني في محافظة حضرموت وإيجاد حلول عاجلة وسريعة وجذرية بعيدا عن الخطابات المفرغة وربما العبارات الرسمية التي دائما ما نسمعها في يعني وسائل الإعلام. في الحقيقة أبناء حضرموت بحاجة إلى وضع أمني مستقر خاصة في مناطق الوادي، طالما يعني بقي هذا الوادي يعني تنهشه الجماعات الإرهابية بين الحين والأخرى. أيضا لا ننسى أن هناك جهد أيضا يقام من قبل قيادة المنطقة العسكرية الأولى، ولكن المواطنين هنا يناشدون السلطات بدعم القيادة العسكرية والأمنية هناك في الوادي ومدها بكافة الاحتياجات الأمنية من يعني أسلحة ربما تكون أو أيضا حتى الجانب الاستخباراتي مهم جدا في هذا الجانب. في الحقيقة أيضا تخللت زيارة رئيس الوزراء اليوم افتتاح أيضا البنك المركزي الذي ربما نحن كمتابعين للشأن الحضرمي نراها خطوة مهمة جدا، خاصة بعد مضي أكثر من عامين على تحرير مدينة المكلا بعد من عناصر تنظيم القاعدة الذين اقتحموا هذا البنك ونهبوا منه أمواله التي قدرت بنحو 27 مليار أثناء تواجد الحكومة أو السلطة السابقة قبل سلطة المكلا. اليوم يعاد تأمين البنك المركزي وافتتاحه من قبل رئيس الوزراء ومده أيضا بالسيولة النقدية التي ربما تسهم إلى حد ما في يعني ضبط إيقاع الوضع المعيشي وصرف المرتبات لموظفي الدولة الذين ربما عانوا كثيرا في هذا الجانب من تأخير مرتباتهم التي تصل إلى ربما أكثر من 3 أشهر أو 4 إلى 6 أشهر بدون مرتبات. هذا المنجز ربما نجده مهم جدا في يعني تسيير أو ضبط إيقاع الوضع الاقتصادي في المحافظة. افتتاح البنك مهم جدا كما ذكرت، وأيضا يعني يجب على السلطات هنا في حضرموت أن تواصل هذه المسيرة بإعادة جميع البنوك الأخرى والمصارف إلى أن تمد البنك المركزي وتضخ عليه السيولة المالية لكي يستطيع البنك فعليا أن يعود إلى عمله ويستطيع أيضا سد احتياجات المحافظة من مرتبات وسيولة نقدية المحافظة بحاجة لها في هذه الفترة. أيضا تخلل أيضا عقد اجتماع مجلس الوزراء والتأكيد على قضايا مهمة جدا ربما تخص الجانب اليمني بشكل عام، وأيضا على المستوى الإقليمي ربما بتأكيده على رفض الانقلاب الحوثي العتاشي، وأيضا العديد من المشاريع التي تنوي الحكومة افتتاحها خلال الأيام القادمة أثناء فترة إقامتها في مدينة مكلا، والتي كان قد وضع حجر أساسها رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية عبد الله منصور هادي أثناء أستاذنك بالبقاء عبد الرحمن سأعود لك وسنتناقش في موضوع اللجنة الأمنية. أعود للأستاذ سليمان ناصر. أستاذ سليمان ناصر، الآن في إطار خطوات الحكومة لتطبيع الحياة في حضرموت، ما هي العوامل التي لابد من مراعاتها ليكتب النجاح لعملية التطبيع اقتصاديا؟ العوامل التي يجب مراعاتها او من الافضل مراعاتها كما ذكرت سابقا في مداخلتي الاولى، هناك عاملان: الجانب الامني والذي لا يزال يشكل هاجس لكثير من المراقبين،
كما أيضا ذكر الضيف على الجانب الآخر. أعتقد أيضا أن تعزيز البنك بمزيد من السيولة لاستكمال كامل الاستحقاقات المتعلقة بالجوانب المدنية والجوانب العسكرية في حضرموت. لا نزال إلى الآن نعتقد أن الأهمية يجب أن تعطى للجانب الأمني بالشكل الأكبر، وأن يكون التركيز على هذا الملف بما يجعله مكتمل ولا يحتاج إلى أي استفسارات أو هواجس أخرى. نعم. طيب أعود للأستاذ عبد الرحمن بن عطية. أستاذ عبد الرحمن، هي ربما ليست المرة الأولى التي تشكل لجنة أمنية وعسكرية في حضرموت لتطبيع الأوضاع أمنيا، هذه المرة ما المختلف؟ هل هناك مؤشرات ربما يمكن من خلالها البناء على أن الأداء سيكون مختلف؟ أستاذ عبد الرحمن؟ نعم، في خلال اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع اللجنة، أو يوم أمس مع اللجنة الأمنية، أكدوا مع قيادة الأركان العامة في قيادة المنطقة العسكرية الأولى، وأيضا مع قيادة الأركان في المنطقة العسكرية الثانية، ومع قيادة السلطة المحلية في المحافظة، على أهمية اتخاذ بعض الإجراءات في محاربة تنظيم القاعدة وبعض العناصر الإرهابية التي تنشط هناك في الوادي، ووضع حد للانفلات الأمني. نحن نقول أن هذه الخطوة مهمة جدا، لكن انعكاسها على الواقع أيضا هو الأهم في هذا الجانب. يجب على الحكومة أن تمد القيادات العسكرية والأمنية هناك بدعم ملموس ويعني حقيقي جدا، حتى تتمكن القيادة العسكرية هناك من اتخاذ الإجراءات المناسبة. السلطات هناك العسكرية تقول أن الانفلات الحاصل ربما يأتي في نطاق ضيق أو في نطاق يعني صراع بين بعض القوى، وأيضا ربما تكون هناك أيضا إشكالات مناطقية أو قبلية ربما تكون موجودة هناك، لكن فرض القوة العسكرية هناك مهم جدا، وهذا لن يتم إلا بتعاون الحكومة في دعم هذه الأجهزة الأمنية بشكل حقيقي وصادق، حتى يشعر المواطن هناك بنوع من الاستقرار الأمني. هناك خوف كبير في تلك المناطق، وتصل شكاوى كثيرة من المواطنين. هناك أيضا رأي عام يعني ساخط على ذلك الوضع الذي يتم حاليا في مناطق وادي حضرموت. أيضا حلف حضرموت عقد قبل أيام اجتماعا طارئا له هناك في منطقة تربة بمدينة سيئون لتداعب أيضا الوضع الأمني، وأيضا الوقوف أمام تلك المستجدات، وتأكيد القبائل في حضرموت دعمها للسلطات هناك وللقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإيجاد حل رادع لتلك الجماعات التي تنشط بين الحين والآخر، ربما أفادت كثير من العمليات الاستفزازية ربما مؤخرا في مناطق الوادي، منها اختطاف أحد الشخصيات الاجتماعية هناك في مدينة تريم. وهذه الممارسات كثرتها وتصاعدها بهذا الشكل يعني يعطي مؤشر سيء جدا في ومقلق للوضع الأمني والمعيشي لحياة السكان في تلك المناطق. نأمل من زيارة الحكومة أن تحل جميع هذه الإشكالات، وأيضا نأمل من السلطة المحلية أن تستغل الفرصة مع الحكومة اليمنية وتحاول قدر الإمكان أن تستثمر هذه الزيارة بالخروج بمعالجات في كافة الملفات الخدمية والأمنية والعسكرية وغيرها. صراحة يعني البعد عن الحكومة في هذا الوقت راهن بتقديري ليس صحيحا وليس جيدا. يجب على السلطات أن تتقارب أكثر مع الحكومة في هذا الوقت. الحكومة هي الشرعية والمنتخبة والمعترف بها دوليا، ويجب أن يتم التعامل معها على هذا الأساس، وأن تتقارب وجهات النظر للخروج بالمحافظة وجميع المحافظات الأخرى إلى بر أمان وإلى معالجات يعني حقيقية واقعية يلمسها المواطن وتنعكس على المواطن بشكل مباشر. وأيضا نؤكد على قيادة السلطة المحلية ممثلة باللواء ركن فارج سلمين البحتين، الذي يقود في الحقيقة يعني جهد طيب خلال فترة توليه لمسؤولية المحافظة، أن يحاول قدر إن كان
أن يستثمر هذه الزيارة كما ذكرت، وأن يخرج أيضا بضمانات حديدية لمعالجة كافة الإشكالات خاصة فيما يخص الكهرباء أو استقرار أيضا المشتقات النفطية الذي ربما بدأت الحكومة. وربما هناك لأن تصريحات وتأكيدات من رئيس الوزراء أن هذه الأزمات ستنتهي. سأعود لك عبد الرحمن، أعود لضيفي الباحث الاقتصادي سليمان ناصر. سليمان، ما الضمانات الإقليمية المطلوبة الآن لإنعاش الوضع اقتصاديا في حضرموت؟ وإلى أي حد ترى أن هناك استعداد ربما من الشركاء والداعمين للشرعية للقيام بهذا الدور؟ الضمانات المطلوبة هي ضمانات تتعلق بدعم الدعم المالي والدعم في مجال الخبرات الأمنية لتعزيز ثقة الناس في حضرموت، ثقة القطاع الخاص، ثقة المسؤولين في حضرموت على أساس تعزيز الإيرادات للبنك المركزي في حضرموت. نعتقد أن المجتمع الدولي أو الدول المعنية باستقرار الوضع في اليمن معنية ومهتمة في الجانب الاقتصادي في حضرموت. ما نتمناه من المسؤولين هناك أن يتعاملوا مع حضرموت كجانب شبه أو كجانب شبه مستقل عن الوضع الاقتصادي في اليمن، وأن يفكروا جديا بدعم الحكومة الشرعية، وأن يفكروا أيضا جديا برسم خارطة اقتصادية واضحة لحضرموت كإقليم مستقل. هذا الإقليم له موارده، له أسلوبه في التعامل، له رجاله في التجارة، في تعزيز الميناء، في الأمور التجارية. إذا فكر المسؤولون في حضرموت بهذا الجانب أعتقد أنه أن الضمانات ستعزز أكثر من جانب دول التحالف أو الدول المعنية. نعم، أشكرك جزيلا أستاذ سليمان ناصر الأكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية. أعود لضيفي من حضرموت الصحفي عبد الرحمن بن عطية. عملية التطبيع الجارية الآن في حضرموت، البعض يرى بأنها مدخل ربما وتأتي ضمن تهيئة حضرموت كعاصمة لإقليم حضرموت. هل تعتقد أن المزاج الشعبي والشارع الحضرمي قابل أو حذر لهذه الخطوات؟ في الحقيقة موضوع يعني حضرموت يعني منطقة محررة ومتكاملة ربما نقول إلى حد ما الوضع المعيشي والأمني هناك فيها خاصة في مناطق الساحل تحديدا. نحن ربما نرى أن حضرموت هي في الحقيقة يعني تعد النموذج بين المحافظات اليمنية المحررة فيما يخص يعني الأمن والخدمات إلى حد ما. في الحقيقة مشاريع مثل يعني إعلان أقاليم العيان الأقاليم ربما هي خطوة جيدة ربما نراها حاليا لتحقيق ربما نوع من الاستقرار، لكن أن تتم وفق شروطها ومقوماتها الصحيحة التي جاءت بها المبادرة الخليجية. وأيضا ربما في حضرموت هنا الناس يعني بطبيعة الحال مجتمع مدني متحضر مسالم ينبذ أي ما يعني مظاهر العنف والتطرف الموجودة يعني أو انتشر مؤخرا في عدد من المحافظات أيضا، وربما في كثير من الدول يعني العربية أو الأخرى. ففي الحقيقة يعني مجتمع حضرموت هو مجتمع يعني متكامل الأركان في ما يخص وضعه الاجتماعي، وهو مجتمع يعني ربما يكون تواج إلى مزيد من الاستقرار والأمان، ومن لا يريد هذا الشيء بالتأكيد. في الحقيقة نحن ربما نشد على يد السلطات هنا في حضرموت وعلى الحكومة اليمنية أن تحاول أن تخرج بالمحافظة إلى مزيد من وضع مستقر سواء كان بأقاليم أو يعني أن في الحقيقة أن الصراعات التي تحدث بشكل عام في المنطقة واليمن من تكالب الأزمات، الناس تواجه إلى أي مخرج بس على شرط على أن يكون حقيقي ومبني على يعني أسسه الصحيحة خاصة هنا موضوع. طيب لو توجز لنا في الختام أهم التحديات الآن الماثلة أمام تطبيع الحياة في حضرموت.
أهم التحديات ربما تكون هنا على أهمية استمرار الخدمات خاصة في الكهرباء والمنشآت النفطية. هذه المعضلات التي ربما تحدث هنا بشكل مستمر في المحافظة، كون أن المحافظة يعني في طبيعتها منطقة حارة وتحتاج إلى يعني كهرباء مستمرة، وهذا الملفين الخدميين المهمين جدا. نتمنى أن تقف الحكومة والسلطة المحلية يدا بيد لتجاوز وفكفكة يعني طلاسمه التي ربما لا يشعر أو لا يفهمها المواطن هنا من تأزم واستقرار ربما في حين وتأزمه في حين آخر. نريد أن تضبط إيقاع هذا الملفين الخدميين المهمين جدا، وأيضا الملف الخدمي هناك في أو الملف الأمني في منطقة وادي حضرموت. هذه ثلاث ملفات ربما هي أهم التحديات التي تمثل حاليا أمام الحكومة والسلطات المحلية، ونتمنى أن يتم تجاوزها بشكل سريع وعاجل. أشكرك جزيلا الصحفي عبد الرحمن بن عطية، كنت معنا من حضرموت، وأيضا الشكر موصول لسليمان ناصر الباحث والمحلل الاقتصادي. وفي الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب العبارة. في أمان الله.